السلام عليكم ورحمة الله. في الدرس اليوم سأقوم بشرح قياس المكتفات بأنواعها، وإن شاء الله سأستعين اليوم بالملتيمتر لقياس خاصة بقياس المكتفات، ثم الألسيمتر، ثم سأشرح الملتيمتر العادية التي قمنا سابقا في الدرس الأول والثاني. الأول الذي قمنا بشرح وضع الصفارة، ثم شرح قياس الأوم والرجستنسات، ثم اليوم المكتفات. لكن هاته حدوده حدها الأقسام 200 ميكرو، أما هاته فأقساها 20 ميجا فاراد، وليس الميكرو، ميجا بالأم. وأقصى شيء أقل من 200 بيكو، يعني من 1 بيكو ممكن أن تقيسها. أولا سأقوم بقياس 104، يعني 100 نانو فاراد. نقوم بقياسها ب، إذن سأوجه مثلها مثل هاته، سأوجهها إلى 200. أنا أقيس 100، إذن 200. إذن هاته جيدة، ستعطي 99 مئة، إذن 99 فصيلة. أما هاته الإلسيمتر، أولا نركب القطعة ثم نشغلها كما هو الحال للريجيستونس، تتعرف مباشرة على القطعة، بعدها لا نقوم بإطفائها. أعطت 102 نانو، إذن القيم متقاربة. حتى الإلسيمتر نوجهها إلى 200. بالنسبة للملتيمتر لا نقيس من هذه الأقطاب، هذه الأقطاب خاصة كما هو مبين هنا، الكوم ثم هنا الفولت الأوم والهيرتز، هذه هي الأقطاب التي نقيس بها. إذن من هنا من الهيرتز إلى الفولتاج، أما الأمبيراج يقاس من الكوم والأمبيراج هنا، ثم الميلي أمبير من هاته، إذن بها 4 أقطاب. أما المكتفات نقيسها من هنا من هاته الفتحتين، هنا السي اكس، رمزها السي اكس كما هو في الملتيمتر، الملتيمتر رمزها هنا سي اكس. إذن حتى هي أعطت 91.91 ميكرو. إذن إذا وضعتها على النانو ستقوم بقياس مباشرة، 91.92.93. إذن هذه جيدة. سأقيس أحد المكتفات وجدتها تالفة في أحد السيفرات منتفخة، سأقيسها بها الملتيمتر الخاصة بالمكتفات. إذن سأوجه إلى هي هاته فيها بيئة 1000 ميكروفاراد، إذن أعطت هنا 187، إذن هاته غير صالحة لأن الفرق كبير بين 180 و1000. أربعة وتسعون ميكروفاراد، نقوم بإعادة تشغيلها لنتأكد.
إذن 96 تالفة. حتى هاتي ستقيسها، لكن ستقيس لأنها ضعيفة. سأقيس مكتفات مثلا تي 27، هذه 9 مثلا، 9 هذه 9، نعم 6، هذه 6، تضع الأقطاب كما تريد، يعني ليس ضروريا أو شرط أن تضع السالب والموجب. إذا سأوجهها جهة النانو أو البيكو. إذن هنا أعطت 25، 24، القيمة بعيدة. سنرى هاتي الميتيمتر، أعطت 10. إذن هاته تقيس أفضل من الخاصة. صفر فاصلة 9، إذن هاتي جيدة، هي جديدة، هي 6، حطت هنا 9، هاتي 27، مكتوب هنا 27، عفوا الكاميرا 27. في البيكو تكون الأمور صعبة، القياس بهاتين الملتيمتر. أنا أفضل هاتي تعطي قياسات دقيقة. 27 أعطت 31 بيكو، جيدة. لأن في البيكو أستعين إما بالملتيمتر أو هاتي، أما الخاصة فهي الأفضل تقيس هاتين المقاومات الكيميائية. مثلا هنا أعطت 26، هي 27، أعطت 26، إذن جيدة والقيمة صحيحة. كما قلت أفضل هاتي والإلسيمتر. إذن سأقيس المقاومات البلاستيكية، مثلا هاتين موجودة في المصابيح، 105، يعني 1 ميكرو. فارد كما تلاحظون، 1 ميكرو. نفس القيم كما قلت، لأن البيكوفاراد يكون صعب بالقياس بهاته. الإلسيميتر تقيس جيدا، كذلك الإلسيميتر الملتيميتر ستقيس. أطراف متباينة، كما تلاحظون 1، القيمة جيدة. نقيس مثلا 100 ميكروفاراد، هاتي 68 نانو،
68 نونو التي كذلك ستقيسها تعطي القيمة الصحيحة لأننا نجربها جيدا وهي تعمل جيدا 69 الملتيمتر جيدة. بالنسبة للقطع الأخرى مثلا هذه الكيميائية هذه 2200 دائما نضع القيمة أكبر يعني 2000 هنا يجب أن أضع بالميجا لأن هنا لن تقيس إذا جيدة هنا لن تقيس إذا هنا 2200 جيدة 2.2 هذه حتى هي ستقيسها لأنني جربتها سابقا 2200 ممتازة سأقيس أحجام كبيرة 4700 الملتيمتر لا تستطيع القياس فوق 2200 ميكروفاراد هنا أعطت القيمة الصحيحة 4400 يعني جيدة لا بد من هامش الخطأ لا بد أن يكون القيمة قريبة من المكتوب هنا في المكتف كذلك نفس القيم 4500 بالنسبة للمكتفات الأخرى مثلا 300 هذه كلها جمعتها من الفولدر باستثناء بعض التقاليد هنا الجديد إن استعنت بالخلدق لا بد أن تقيس قبل تركيب القطع لأن بعض المكتفات تكون تالفة وهي غير منتفخة لذا لا بد من قياسها قبل تركيبها في الدوائر كما تلاحظون 330 أعطتنا 300 إذا الهامش خطأ 30 هي صحيحة على الإلسيمتر 301 نفس القيم هذه لن تستطيع قياسها مثلا نجد هنا القطع حتى الصغير ممكن قياسها مثلا هاتي الشائعة 100 ميكروفاراد كثيرة الاستعمال في الدوائر هنا أعطت 93 إذا سأقرب القيمة إلى المكتوب هنا 92 93 صحيحة بالإلسيمتر إذا الهامش خطأ لابد من 88 ولكن هي ضعيفة شيئا ما ولكن تنفع هذا ما في الأمر من لديه هذه الإلسيمتر الملتيمتر فقياسها يكون من النانو إلى 200 لذا لن تستطيع قياس بها أكثر من 200 ميكرو ك 2200 أو 470 أو أكثر أما هذه الإلسيمتر فتستطيع قياس بها من 10 نانو فما فوق كذلك الملتيمتر الخاصة بالكاباسيتور هي تقيس جيدا من فوق 1 نانو أما البيكوفاراد فهي ضعيفة بتجريب فهناك ملتيمترات جيدة مثلا هذه الملتيمتر حتى هي تقيس مثل هذه فلا تتجاوز 200 ميكروفاراد وتقيس النانو جيدا مع البيكو هذا ما في الشرح اليوم
أتمنى أن يعجبكم، وإن أعجبكم الفيديو الأول لقياس على وضع السفارة وقياس الريزيستونس وقياس المكتفات، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في قناتنا ودعمنا لنستمر في العطاء. والسلام عليكم ورحمة الله.